وصلت مرحلة أنا بخيل بوقتي، ما أعطي وقتي بس جي هباء، ما بعطي وقت لشخص طاقته سلبية ما أحب أكون معه، ما أحب أروح فعالية أحس ما لها أي معنى، أسوي الأشياء اللي ليها شغف وفضول، يعني حتى لو ما دخل فلس حمر من هالبرنامج أعرف أني بكمل أسويه عشان أحبه.